هنا الشمس سجاله تبنجيله، هي فيصل عبد الناصر عبد اللهي، هنا عاشم محمد سدي تبنجيله، لبنيال كيهين احمد صالح فارح، هي محمد عبد القادر عبد الله ابراهيم محمد بوح حسين طيب عمر. لغو ايدينا يو قضبدا افر بول سديتني الشن لحد اليوكو حركة قاطع الصوماليات لو اه ربينو اما برعد برعد ان حكومة دمكة عرقت ايد حرال انت يدفاع ايد السنياش مركي عرقت ايد جنجارك بليسك عدائي مهلا قوري لبنى ياشا sida wax looga qaatay sida iyo siyaabaha wax looga qaatay goor habeenimo ah in lagu qabtay qori qorigaas oo ah macmil ka maxkamada horteeda loo keenay kaasoo loo ekiisii qoriga caadiga wax lagu dilo sida darteedna lagu furtay maxkamada waxa horteeda ka cadaaday in kiiska ninka galay oo eedaysanaha koowaad cabdiraxmaan cali maxamuud awow uu yahay nin caana لانا قرتي انه اسغ يها اد واخ دارانيس قوريغني سيدتي كان دوه كلا عديسي ان قوريغان لغا سو ساري غريغا و ليهي فيصل عبد الناصر عبد الله لهر كان عسكري كا هور كان كان دورتين لغو داريو انه يهي قوريغي لغا سو قاد غريغا فيصل اسكو سو دوبيد دكيس كو خو نوقدي كيس كاي غلين ادا سنياش حدا لغا هيو كما دورتيد تاغان عبد الرحمن علي محمود اووه يا فيصل عبد الناصر عبد الله كنا بارتين قرقة معمل كام حكمة دورت لك يعني لبنى ياش هوا عدات إن فرد مية كاسيد أو دعي لقونا بارت قرقة إد جيس تنا أي سنة ياش سلكوا حسينيين حكمة دوحة كل حكم تي هذا سنة ياش حكمة دورت يعني عبد الرحمن علي محمود وو وآه وجاميها هذا سنة ياش محكمة دورت يعني صدح سنة حرقة iyo saddex boqol oo doolar ganaax Faisal Abdul Nasir Abdullahi oo ah caawiyihii awowe maxkamaddu waxay ka dhintay saddex sano sanad waxay ku xukuntay laba sano xariga iyo saddex boqol oo doolar ganaax maxkamaddu waxay raantay faraysa eeda sanayaasha dhiman in sida degdeg ugu dhaqsiyaha badan loo soo qabto loona soo eeday lana horkeeno maxkamad bilaa toosan Puntland Post. Warar sugan iyo warbixino dheelitiran.